أختي سبقتها ووقعت بعدها. سأمر بسلام. سبقتني للأمام. سبقتك يا سخيف. عليك التنظيف. تنظيف الأوراق عمل شاق. تستريح وأنا أعمل؟ لدي حل أفضل. لنبدأ العرض. سأقع على الأرض. أخي ماذا دهاه؟ انظري يا أماه. سندخله في الحال ولتنهي الأعمال. سأدعه يرتاح. خدعتهم بنجاح. وقت المشروبات. ما تلك الأصوات؟ ماذا يحدث هنا؟ ها، لقد خدعنا. في تلك الحالة سأعبث بالآلة. الهواء المندفع جعله يرتفع. هل تسمعاني؟ أرجوكما أنزلاني. تقفزان وتمرحان. أنزلاني الآن. توقفا عن المرح. الشباك انفتح. أطير في السماء. فرغت من الهواء. أيها الشبل، لنلعب معا. يبدو ممتعا. بعد صدمة صغيرة عاصفة كبيرة. جاء أبي ومعه لي التلفاز. أبي، أريد هذا الجهاز. أرجوك ضعه في حجرتي. حسنا، سأفعل يا بنيتي. أخذت التلفاز الجديد وفعلت ما أريد. سأذهب وأعود بسرعة. الآن سأقوم بخدعة. خبأته بستائر بإتقان ووضعت صندوقا في المكان. سأكمل خدعتي الآن باستخدام بعض الألوان. تبدو خدعة جيدة. حان وقت المشاهدة. أنقذوني من الزومبي الشرير. بسهولة خدعتها وأعدت الأشياء لمكانها. التلفاز مخيف، لم أعد أريده. حسناً، أخوك سيستعيده. لقد نجحت خطتي وصار التلفاز بحوزتي. لقد خدعتني، أتركه في الحال. توقفوا الآن يا أطفال. لدي خطة جيدة لكن أحتاج المساعدة. إنهم زومبي صغار. البيت قام وركض للأمام. في الثلج يمر وكذلك البحر. وصلنا لشط غريب وهناك عش عجيب. فيه بيضتان من العش يخرجان. لقد تصادما وخرج بيتان منهما. هذان الاثنان بالأثاث يلهوان. يلقوه على الشاطئ. كان هذا خاطئ. عليكما التوقف وأحسنا التصرف. إنهما مطيعان. وظهر السلطعون الآن. ها؟ يتقدمون إلينا. سيهجمون علينا. في البيت اختبأنا وللخلف تراجعنا. أحدهم هجم وأمسك القدم. لنهرب يا أصحاب فوق السحاب. قمنا بالرحيل ووصلنا بعد قليل. سنهبط هنا. إنه مكاننا. بهذا الغطاء سنهبط من السماء. قفز المنزل وبأمان ننزل. انظري في الأمام، ذهبت أمي لتنام. ببطنها صبي. بل فتاة يا ذكي. لدي أفكار لنقوم باختبار. أحب الآلي. إنه صبي. الدنيا ما تريد. إنها فتاة بالتأكيد. ربما هما توأم. أعرف كيف نعلم. الأشعة المقطعية فكرة ذكية. طعام كثير. ليس طفلاً صغير. خدعنا الطعام. ظنناه غلام. سأذهب الآن لأقوم بالميران. ها،
خسرت الوزن، لم الحزن؟ سأتصرف في الحال وأقوم باتصال. سنجعلهما يفرحان بتلكما الهرتان. فرحة بالهرة، ها يا لها من فكرة. لا للحلويات، إليك الخضروات. لازلت للحوض لأسبح ومع الدولفين أمرح. لقد كنتم رائعون، انظري ماذا يفعلون. صنعوا موجة مرتفعة وغرق هاتفي بسرعة. يا لها من مشكلة، لكن لدي فكرة مذهلة. بجهاز المسح سنراه ونعرف مكانه في المياه. قفزت للحوض في الحال لأحضر الهاتف النقال. لقد قفز للأسفل، سأنظر ماذا يفعل. ما تلك الأسماك الكبيرة؟ يبدو أنها شريرة. ابتعدوا عني أيها الأشرار، الآن سأسرع بالفرار. كان هذا خطير. وصنعوا بملابسي ثقباً كبير. كان فعلكم هذا شرير. الآن أحتاج للتفكير. لقد خطرت لي فكرة، سأجرب اللحوم تلك المرة. ماذا سيفعل بهذا الطعام؟ لقد صنع من اللحم أقدام. الآن سأنزل للماء. حان وقت الغداء. لا يبدو هذا جيداً، سوف يهاجموه مجدداً. وصلت للهاتف الآن وخرجت من الماء بأمان. لقد نجحت الخطة، والآن انتهت الورطة. أشعر بعطة. ساعدني يا طبيب، بفمي شيء غريب. رائحته قاتلة، سنفحص المشكلة. بآلة التصغير دخلت الفم الكبير. بقايا في الأسنان سأنظفها بإتقان. أنهيت الغسيل وصار فمه جميل. بعد التنظيف ظهر وحش مخيف. السبب رائحته، علي محادثته. فلتخرج قمامتك. لا تهمني نصيحته. بالجهاز الضوئي صنعت بيتاً وهمي. انطلق بسرعة ونجحت الخدعة. نفذت المطلوب وأصلحت الثقوب. بيتي مقفل، ماذا سأفعل؟ هيا بنا لنخرج من هنا. خرجت من جديد وفرس النهر سعيد. جهزت لك مكان لتعيش بأمان. سنغطيك الآن. دخلت الغابة السحرية ووجدت قطتي الشقية. أسرعت كالطائرة بحثاً عن مغامرة. صدمنا فلفول الكبير بخرطوم أزرق وأجنحة تطير. أكملت بعدها الطريق ومررت بضفدع نقيق. عند الصخرة شيء لامع. هيا يا أرنوب الرائع، سنعقد اتفاق، بدله بذباب عملاق. قمت بخدعة ذكية وصنعت ذبابة صخرية. لقد عرف الحقيقة، لابد أن أجد طريقها. ساعدني قطي العزيز، فلنستخدم التطريز. السي جاهز الآن، نحتاج شخصا للطيران. ابتسم الضفدع بالفعل. ذبابة جيدة للأكل. الآن فرصتي، أنقذت أرنوبة بخطتي. تلك الأحلام حين أنام. نسرع بالانطلاق لنهرب من العملاق. علينا الاختباء. سقطت في الحساء. خرجت بمهارة. ما تلك الحرارة، تلسع الأقدام. لنكمل للأمام، إنه أمامنا. قام برمينا. هبطنا بسلام فوق الهلام. سأمسكك يا شقي، لن تصل إلي. اختفت أختي. أين ذهبت؟
جميل، سآكل القليل. مهلا يا أختاه، عليك الانتباه. معدتك كبيرة أيتها الصغيرة. تجشؤ قوي أوقع الرجل الصخري. هيا بنا لنرحل من هنا، علينا الرحيل. سأعود بعد قليل. بسرعة رجعنا والهلام معنا. سأخرج الآن من فتحة البركان. هاي، حصلت على المصباح. أسمع صوت نباح. مسحت المصباح السحري ليساعدني الجني. تقلص الكلب الكبير وصار بحجم صغير. لنذهب للديناصورات. سنعود في السنوات. مخلوقات غريبة، إنها رحلة عجيبة. أنت حقا تشبهني. للتمثال أرشدني. وصلت للتمثال وكشفت في الحال. لا يمكنك الذهاب، ستتلقى العقاب. يرقصون في الأسفل. ترى كيف يعمل. أخافه الجراد والمصباح عاد. الجني يعود، أنزلني عن العمود. وداعا يا أصدقاء. عليكم البقاء. حققت أمنيتك، الآن سأنهي رحلتك.